ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، علاقات تاريخية وروابط مشتركة ممتدة بين مصر وأوزبكستان، واليوم توقيع عدد كبير من اتفاقيات بين مصر وأوزبكستان في مجالات متعددة، نذكر منها الزراعة، دار الكتب والوثائق، الصحة والسكان، الخارجية، عدد كبير جدا من الاتفاقيات على مستويات عديدة. هذا طبعا بالإضافة إلى العلاقات السياسية بين مصر وأوزبكستان في ظل المتغيرات الجديدة. رؤيتك لهذه الزيارة في هذا التوقيت؟ هذه الزيارة حقيقة زيارة هامة جدا، لأن الآن مصر حريصة على أنها تكون لديها علاقات مع جميع دول العالم على مستويات متعددة. والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم، مذكرات التفاهم اللي تمت اليوم، واضح ان هناك رغبه من البلدين في التطرق الى نواحي عديده من العلاقات، وهذا يذكر العلاقات بين الدولتين ويجعل قوه العلاقات تكون متينه، ليست علاقات اقتصادية فقط أو سياسية فقط، ولكن شملت فروع أخرى من الصحة والمكتبات والوثائق وهكذا. الحقيقة يعني شيء جميل جدا أن تكون مصر لها علاقات مع دول متنوعة، وهذا يقوي من العلاقات ويقوي مركز مصر ويقوي مركز هذه الدول أيضا. صحيح. سيادة السفير إبراهيم الشويمي، مصر يعني في سياساتها الخارجية خلال الفترة الماضية اعتادت أن تكون لها العديد من الصلات الدبلوماسية في كافة الأصعدة بشكل عام، لكنه حينما نتحدث عن أوزبكستان ونتحدث عن دول تعزز مصر من علاقتها الدبلوماسية بها، كيف تصف ذلك وخاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم والأزمة الأوكرانية الروسية؟ طبعا الآن هناك مشكلة عالمية لدى العالم بشأن الطاقة والغذاء. وجود رئيس الأوزبكي موجود هنا في القاهرة يدل على أن أيضا لدى أوزبكستان رغبة في الوصول إلى مستوى من العلاقات يسمح بتبادل المنافع بين مصر وهذه الدول، وهذا أمر مهم جدا وتحرص عليه مصر وتحرص عليه أوزبكستان. أخيرا سيادة السفير، الاتفاقيات التي تم توقيعها والعلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وأوزبكستان في الفترة القادمة كيف تراه؟ والله يعني أتصور أن هذا بداية طيبة جدا وتقوية جدا للعلاقات، لأن مستوى العلاقات زيارات رؤساء مهمة جدا في رفع مستوى التعاون بين الدولتين، وبالتالي فإن رئيس الأوزبكي حين يزور القاهرة فهذا أمر مهم جدا، وقد زار الرئيس السيسي تسقند من قبل، وتبادل الزيارات يقوي من العلاقات وهو أمر مطلوب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم. أشكرك شكرا جزيلا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.